مشاهدينا، بداية أسبوع كتير قوية وكتير ملهمة. ليش؟ لأنه لكل الناس يلي هن مقررين نهار التنين يعني اليوم يبلشوا رياضة، بدي اياكم تقوموا على الكاوتش وتعتبروا انه هيدي مناسبة مهمة جدا لكم عبر جت فيت وعبر الام تي في لنحط اول ستيب واول خطوة بموضوع الرياضة. انا بدي اذكر بشغلة، بدي ارجع لورا شوي بكل هالمحنة يلي قطعنا فيها، محنة البانديميك يلي هو كوفيد-19 ويلي بعدنا نحن موجود لحديد هلا. بس فكروا قديش الرياضة كانت عامل مهم جدا لكل هالمجتمعات بالعالم، لكل الانديفيدجوالز بالعالم، حتى اكثر من هيك افراد ومجموعات ليقدروا يقطعوا هيدي المحنه بطريقه افضل. يعني كان في اكيد بدون ادنى شك، ومش انا اللي عم بحكي، الاحصاءات والساينس اللي عم بقول انه اليوم كان في شغله مهمه جدا للرياضه قديش اثرت على الجسم وعلى الفكر كرمال نقدر نقطع هالمحنه. اليوم رح نحكي عن اللور بادي، رح يقطعوا الصور ورا بعضهم بس لنبقى عم نحكي على العضلات وين موجودين. صحيح رح نحكي على العضلات الموجودين بكل الاجرين، تركيز اليوم رح يكون بطريقه كثير مبسطه عن الجلوتس او عن الجلوتيوس، بنلفظوا بهالطريقتين ونعرف شو دورهم قديش هن مهمين، مكانهم لحن موجودين قدامنا هلا، قديش بيأثروا على اللور بادي تبعنا، كيف هن اقسامهم مثل ما شايفين بالصوره، وقديش مهم مثلهم مثل كل العضلات نكون عم نشتغل عليهم هلا. وهون كمان عضلات الكابس، بطات الاجر. اذا بدنا نحكي عن هالرول يلي هن اكبر عضلات بالجسم الجلوتيوس، عم نحكي عن قديش ممكن يعملوا سبورت لعضلات اسفل الظهر وقت نكون عم نحمل اشياء مثلا على الارض. اكثر من هيك قديش بيساعدونا بالمشي وبالركض، قديش بيساعدونا بالحركات اللي فيها بالانس مثل انه نوقف على اجر وحده. اكثر من هيك قديش بيعطونا دفع لقدام. هيدول العضلات كمان اهميتهم تكمن بانه هن بيقولوا لهم البرفورمانس ماسلز. كل الاثليتس لاعبين كره القدم، العدائين، كل الناس اللي بيعملوا رياضه محترفه اكيد هيدي العضله بتكون عندهم كثير مهمه وبيركزوا عليها بطريقه كثير قويه. لما احكي كمان عن جلوتيوس او عن الجلوتس بحكي عن شيء اسمه الاينمنت تبع الهيبس تبعولنا. وبما انه عم نحكي هيك رح بلش باول حركه يلي بحاكي فيها هالمنطقه بالذات. لما اقول انا الهيب فلكسرز تبعولي وكيف بكل بساطه بدي اشتغل عليهم شوي، بلش بهالحركه. برجع بذكر دائما انه هيدول الحركات اللي بنعملهم بيعطوني شيء اسمه انستنت ريليف، بخلوني حس دغري اني انا مرتاح. هون شوي شوي عم بقرب لقدام، واللي عم بيعملوا الحركه رح يشوفوا انه شوي شوي رح يحسوا انه صار في ستريتش بهالمنطقه. بنتقل للاجر الثانيه من هون لقدام، بروح لقدام شوي شوي، ومش فرد مرة نزلت شوي شوي، عم بنزل لقدام. أنا عم بحس بهالتمدد بالهبس تبعولي وبرجع بكل بساطة أب لفوق. بلش بأول حركة يلي اخترتها لإلكن، رح استعمل البنش. فيكن تستعملوا حيالله شغلة بتخلي او حيلا ايتم ممكن يخلي الهيبس تبعولي على الحفه كرمال اقدر حرك انا واعمل ليفتس باجري من خلال بهالطريقه بثبت الابر بادي تبعي. مثل ما قلت لكم منطقه الهيبس تبعيتي في يكون عم بقدر اعمل فيها الحركه بحريه تامه. رح بلش 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كمان عشرة، واحد، معدي مشدودة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة،
سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بياخد نفس عميق، بنتقل لغير حركة، بياخد نفس. بدي ارجع ذكر وقت نحكي عن أهمية العضلات، ما منقول هالعضلة مهمة بمعنى أنها أهم من غيرها، بالعكس كل المهم، كل العضلات هن بيتشابكوا مع بعض من ناحية الأهمية تبعيتهم، لأنه كل واحدة منهم عندهم حركة، عندهم دور يأدوه بعالم الحركة. فإذا هيدا الدور بطل موجود، العضلة بطلت موجودة، ما عم تشتغل لتشغل هذا الدور، في عنا نقص بالحركة تبعنا، وبالتالي في عنا شيء اسمه limitation بالحركة تبعيتنا. من هون أنا رح أرجع عم بشتغل very basic، رح أستعمل دمبل لأعمل بريدج من هون. في هالحركة عندها variation كتير كبيرة، ممكن يكون عم بأديها بكتير من الطرق. من هون رح رجع أكعاب إجري لورا وبلش بهالحركة 15 مرة، 2 بثبت فوق ثانية تقريبا، 3 4 5 6 معدي مشدودة دايما، 7 8 9 10 I go for 5 more. 1 2 3 4 5 perfect. لكن وقت احكي عن هالعضلة، لما احكي عن الجلوتس او عن الجلوتيوس واشرح انه بتساعدني بالمشي او بتساعدني بالركض، هي بالتالي بتكون عم تعطيني قوة دفع لقدام. هيدي من المين اذا بدكم الوظائف الاساسيه اللي عضله الجلوتيس او الجلوتس باقسامها، لانه هي كمان عندها اقسام بتكون عم بتساعدني اني اشتغل عليها. من هون لكون عم بشتغل على شويه ستريتشنج لهالعضله تحت جسمي بهالطريقه على مهل، بياخد نفس عميق 3 مرات، بغير من هون بياخد نفس عميق، وبذكر كمان انه عضلات جلوتس او جلوتيس ويا يعني حماية مباشرة لعضلات اسفل الظهر. بكفي تشوفوا الموقع تبع الجلوتس بتعرفوا قديش هن مهمين وقديش سبورتيف، قديش بيعملوا سبورت لهالمنطقه. اذا بنضيف عليهم ببازل معين عضلات المعده بنشوف قديش كيف هن من ميلتين من الجسم بيثبتوا اقرب منطقه للعمود الفقري وبساعدونا نكون عم نشتغل بطريقه صحيحه. ننتقل لحركه ثانيه، رح اعمل ستيشنري لونجز. عم برجع هلا عيد بفكري كل هالفتره الماضيه وقديش الرياضه لعبت دور مهم، مثل ما ذكرت بالاول قديش عدد من تمرينات انعملوا على السوشيال ميديا، قديش الكم الهائل من الانسبيريشن من الموتيفيشن انحطت سوشيال ميديا غير سوشيال ميديا على التيفيز هون بالام تي في، قديش تواصلنا معكم، قديش حكينا بالمباشر معكم كرمال نحفزكم تعملوا رياضة. هيك بتشتغل المجتمعات، مثل ما ذكرت مع زميلتي كاتيا بتكنولوجي بالأول لما كنا عم نحكي عن الايتم عن الانسولز، وهذا شيء أنا دايماً بدعيكم فيه طول ما أنا عم بشتغل بهذا الدومين، طول ما أنا رح أعطيكم هالموتيفيشن بركي هاي الكم صغير من الانسبيريشن كرمال تبلشوا رياضتكم. رح نعمل من هون ستيشن بأرضنا، لما أقول ستيشنري أنا قصدي بأرضنا، بنكون عم نشتغل على لونجز. بودي ويت اب لفوق، برجع للبوزيشن تبعي اب، من هون برجع ببلش من هالمكان اللي انا بكون على اجري ببلشوا على وسع الكتاف تبعولي وبأدي الحركه من هون. كمان ذس از 3 ذس از 4 ذس از 5 6
7 8 9 and 10. معدة دايما مشدودة، دايما انا عم ادي الحركة، المعدة بدها تكون involved engaged بكل الحركات يلي عم بتصير. في مقولة دايما بقولها، بتبلش الحركة من هون وبتطلع على كل الجسم اذا كنا عم نشتغل بايدينا، chest باللور بادي مثل ما عم نعمل هلا. خليني اروح على تما نكون قفينا عضل اليوم، نشتغل شوي على الكابس، اجري على وسع الكتاف. بكل بساطه مني على ستيبس والرينج اوف موشن تبعي الاجر او الكاحل او كعب الاجر ما عم بينزل لتحت على الاخر ويرجع يطلع لانه في الارض، ولكن فينا نعمل المثل بطريقتين مثل ما عم نشتغلها هلا ومثل ما برجع بفرجيكم اياها على الستيب. سو من هون 1 2 3 4 5 اذا بدنا نشوف الحركه كيف الكعب عم بيطلع على الارض. 1 2 3 4 5. الاكزامبل اللي كنت عم بحكي عنه هو بكل بساطه لما اكون عم بستعمل مثلا ستيب، بكون كعب اجري حر اكثر ليروح بفول رينج اوف موشن، يعني من هون بهالطريقه كعب اجري عم بينزل لتحت عم بيعمل ستريتش، بن عم بطلع بوش بفول رينج اوف موشن، كمان مره بنزل لتحت بهالطريقه وبطلع بفول رينج اوف موشن، اخر مره داون وبطلع بفول رينج اوف موشن. وهون بكون انا حكيت بالتمرين وتوجهت لكم بمجموعه من الاكسرسايزز، ولكن بيحملوا معهم ثقافه، بيحملوا معهم كلتشر معينه. ما فينا ناخذ اهدافنا بالرياضه اذا بس عملنا الحركات واديناهم مثل فرض او مثل واجب. ناخذ النتيجه اللي بدنا اياها من وراء الثقافه الرياضيه تبعيتنا، لانه مش ضروري الواحد يكون مدرب ليكون عنده ثقافه بالتدريب، لازم كل واحد يطور حاله بهالمجال لياخذ كل الافادات اللي بده اياها بلا ما يكون عم بيأذي حاله. بذكركم امين ديب اندرسكور اوفيشال انستغرام، فينا نتواصل اذا بدكم شيء بعالم الفتنس. اكثر من هيك انا موجود معكم من الاثنين للجمعه بجت فيت، وبقول لكم جت فيت ستي فيت.